وفي هذه السنة توفي الصحابي الجليل المقداد بن الأسود الكندي، وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله، وذلك في غزوة بدر. كان في الجاهلية من سكان حضرموت، فوقعت بينه وبين ابن شمر ابن حجر الكندي خصومة، ورحل إلى مكة، فتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، فصار يقال له المقداد بن الأسود، إلى أن نزلت الآية الكريمة دعوهم بآبائهم، فعاد يتسمى المقداد بن عمرو. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم،